ورضوان جيد السيد لتنفيذ او اعلان على تنفيذ ضربه خطا تنفذ بهذه الطريقه. باغتا على معترك فريق الفتح رياض الرباطي. شوف نفذت الكره ببراعه من جانب فوزير وجنايف قرب تصويبه مباشره صوب المرمى. هذه كره بالمقاس العارضه للمره الثالثه تنوب عن الحارس ويجي الهدف بهذه الطريقة وكأن الثالثة ثابتة. 1-0 في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، والفتح الرياض الرباطي يقلل، والمحاولة جاءت من مادي الباسل اللي رفع الكرة بهذه الطريقة. شوف كرة مشينا مع الكرة، دخلت الكرة داخل منطقة الجزاء ودخل الحارس حمزة حمودي. والحارس أين المرمى؟ مرمى حمزة حمودي وأين الكرة؟ وزير نحو الثاني وحمزة حمودي لمنع ذلك. تصويبة ممتازة، هدف ثاني للفتح، هدف ثاني للفتح في هذه المباراة. دينهيري عنده كأنها ضربة جزاء، تصويبة جول. حارس حمزة حمودي 3-3 تصويبة ممتازة وفي الشباك تستقر، تصويبة ممتازة.